صباحكم ورد وياسمين مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال من حلقات يوم الجمعة اللي كان حولوا مواضيعنا تكون فيها شوية مختلفة على المواضيع اللي كان طرقوا لها خلال أيام الأسبوع، مواضيع أحيانا تثير الاهتمام ديالنا لأنها من مواضيع الساعة أو بعض الاقتراحات أو لي بون بلان، يعني كان حاولوا أننا نقدموا لكم فيها مواضيع متنوعة لكنها دائما مفيدة وأحيانا تحسيسية بحال الموضوع ديال اليوم واللي من خلاله نستقبلوا السيدة ياسمينة حمراني. صباح الخير ياسمينة. صباح النور. الدكتورة ياسمينة حمراني، انت صيدلانية وكذلك فاعلة على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي في التحسيس ببعض المشاكل اللي عندها علاقة بالعمل ديالك، لأنك صيدلانية وكتشاهدي أنه كاين واحد الإقبال على الأدوية لاستعمالها لغير أغراضها. ياك دابا مع الانترنت والوصفات، وهذه وصفات ديال التبييض، هذه وصفات ديال ما نعرف شنو، لدرجه يعني وصفات اللي تقدر تؤدي بالانسان للموت واللي كتستعمل فيها بعض الادويه، هذا الشيء بلا ما نتكلموا على لوتو ميديكاسيون او لا الاخذ ديال الادويه بدون استشاره الطبيب، وهذا موضوع اللي كيطير كنتيا وصراحه يعني هي كانت تواصلت معايا باش نتكلموا عليه لانك كتحسي بالخطر في هذا المجال هذا. اكزاكتومون. يعني هي ظاهره اللي منتشره بزاف ياك، وانت كتشوفيها بشكل يومي. على داك الشيء ماشي غير كنشوفها او نيفو ديال لي ريزو سوسيو، ولكن شحال الناس كيجيو لعندي للصيدليه وكنشوف الكارثات اللي كيقدروا يطراو. والمشكله هي كل مره كيتزادوا لي بسودو ميدسان، لي بسودو دكتور، كتجبر الناس اللي ما عندهم حتى علاقه مع الطب ولا مع الصيدله، واللي كيعطيو للناس وصفات بحال اللي قلتيها باش تغلظها، باش تضعفها، باش تبيض البشره ديالك، ومن بعد فاش كتوقع الكارثه عاد كنمشيو اما عند الطبيب ولا عند الصيدلاني شنو نعمل. شنو هي المواد المستعمله يعني اكثر في هذا غادي نقول هذه الوصفات هذه مثلا المتداوله اللي شفتيها انت مثلا؟ ما تقدرش تصور، كنجبروا دوتو، ولكن مثلا مع الصيف لو فات اللي كاين اللي فورسيمون كتجبر جوج الناس، اللي باغي يغلط واللي باغي يضعف، يعني ملي كيجي الصيف كل واحد باغي فورسيمون واحد لو شونجمون في لو بوا ديالو، وشحال ديال الناس ما كيخدموش على هذا الشيء العام. اذا ملي كيقرب الصيف خصني دغيا دغيا في شهر واحد نعمل اللي ما عملتش لمده مثلا 10 شهور. اذا لو برودوي فار ديال الصيف شنو هما؟ هما لي كورتيكويد. علاش؟ لان ملي كناخذوا لي كورتيكويد ما بين لي زيفي سكوندير يعني اعراض جانبيه ديالو، هو الواحد كيتنفخ. كيتنفخ كتوقع واحد لو روتونسيون دو، دونك شنو كيقول لك؟ سي لا ريتونسيون دو. سي دو لا ريتونسيون دو، يعني ان الاحتباس الماء ماشي كيغلط. فوالا، احتباس الماء في الجسد. دونك كيعطي هذا انتفاخ، كيعطي انتفاخ وكيخلي الانسان كيسحب له غلاظ، كيسحب له غلاظ. هاد لونغومون بالغلط خصنا نخصو ليه شي حلقه، خصنا نخصو له حلقه. مرحبا. يعني لان سي با بوسيبل، هاد سو ني با نورمال. وعاد واحد المشكل اللي واقع مع الوزن هي ان ما عمري ما كنحاول لا نغلط ولا نضعف بواحد الطريقه صحيه. الهدف ديالي سنغلط، الهدف ديالي سنضعف، ماشي شغلي كيفاش غنوصل، المهم خصني نوصل لهذاك الهدف. ودائما كنعطي واحد المده قليله، وكيف ما كنقول يعني واحد الوزن اللي كيتغير بسهوله وفي واحد المده قصيره، اولا كون هاني باللي غادي يعطي لك اعراض جانبيه، لان الجسم خصو كيف ما كتغلطش ما كتنعش وتفيق وجبر راسك زدتي جوج كيلو. اذا ما يمكنلكش تنعس وتفيق وجبر راسك طيحتيهم. المشكل اللي كيوقع هي مثلا لي كورتيكويد ما كيبقاش غير المشكل كونه نفخك وخلك عقلك بلي لبستي تكشيطه وجيتي مزيونه وغزاله وعمرت لك وتشد لك الحزام مزيان. لو بروبليم اللي كيوقع سي كون باراليل كنقدروا نسبوا مشاكل في العظام. تماما، لان الكورتيكويد معروفين التاثير على العظام. كيبدا يوقع مشكل ديال الناس اذا كان غير عندهم بخي ديابيت نقدروا نصردوهم للديابيت، لان لي كورتيكويد حتى هما كياثروا على الجسم ديالنا وكيقدروا يدفعونا للديابيت. يعني كيوقعوا مسائل كبيره بزاف واللي كتشوف واش فريمون سافو لا بين تخاطر بالحياه ديالك وبالجسم ديالك باش تزيد كيلكو كيلو بوغ واحد الحدث معين. Exactement. غالبا علاش في الصيف مثلا؟ واش الاعراس؟ واش البحر؟ واش الاعراس دون اوتر سي في البحر، الحوايج كيكونوا خفاف دونك كيبان الجسم كيبان كثار، واش الواحد غليظ ولا ضعيف. اذا الناس حتى كيجي داك شهر خمسه شهر سته كنوضوا نتجارو خصنا نغلظوا خصنا نضعفوا. وهاد الوصفات فين كيلقاو؟ واش الاطباء اللي كيعطيو هاد الوصفات او لا داك الشيء المتداول؟ مستحيل الطبيب يعطيك. خصنا نعرفوا واحد الحاجه، جو ليك تو ليز طبيب. اكزاكتومون. الطبيب ما عمره ما عادي يعطيك واحد الاعراض جانبيه باش تاخذها كانديكاسيون ديال واحد الدواء. او كونترير دايوغ، انا مثلا شخصيا ملي كيجي عندي شي حد وكاين واحد لي كورتيكويد اللي حنا عندنا معروفين في لافارماسي، هادوك ياخذوهم باش يغلاضوا. دونك اوتوماتيكمون ملي كنجي كنقول له راه ما عنديش، خصني وصفه طبيه ما نعطيهلكش، لان عارفه هذه المسؤوليه ديالكم انتم الصيدلانيين. حيت المشكل اللي كيوقع واخا كتنصحوا
كاين شي وحدين اللي تيلمو كيكونوا فيكسين هذاك لوبجيكتيف كوخا كتنصحها تقول لك لا مع الاسف تقول لها لا حد اخر يعطي لها كتقول لك انا ما عندي ما نعمل بداك خصني نمشي ناخذو دونك هذاك الشيء كنحاولوا نردوا الناس مسؤولين على الجسم ديالهم. يعني وشنو هي الاعراض اللي شفتي او المشاكل اللي شفتي انك حنا تكلمنا على مساله الوزن فقدان الوزن وهذا كنتي تكلمتي لي يعني في الكواليس على استعمالات اخرى مثلا دواء ديال الغوماتيزم للحمل ولا شي حاجه بحال هكذا يعني حوايج اللي تقدر تؤدي بالانسان للموت واللي متداوله عند دايوغ اوزمون واحد الدواء اللي تحيد من المارشي اللي كان كيتستعمل الناس اللي عندهم مشكل اللي عندهم امراض مزمنه اللي عندهم مشكل ديزارتيكولاسيون ضد الحريق واللي شحال الناس كانوا كيستعملوهم باش يحاولوا يوقفوا الحمل او الناس اللي كيستعملوا وكاين بعض المرات اللي راه كتصدق في اون ايموراجي اللي ما عندها حتى شي زعما فاسون باش توقفها كتكون في حاجه كتصدق في اخرى. لا ميتفورمين اللي هو دواء اللي كيتستعمل الناس اللي عندهم ديابيت لا موليكول لي كورتيكويد اون بار دو واحد تيب دو ميديكامون دونك ما كنستعملوش لي نون كوميرسيون دونك لا ميتفورمين سي واحد الماده اللي كنستعملوها لديابيت تيب 2 يعني الناس اللي كيبدا لهم السكر واللي ما كيعملوش الانسولين واللي كيتعطى بوغ نورماليزي لا غليسيمي ديال الواحد يعني ما عمره ما يهبطك في ليبو ولكن كيعوض لك لو تو دو غليسيمي في الجسم بيان سور ما بين الاعراض ديالو سي كو كيضعف رجعوا الناس كيستعملوه باش يفقدوا الوزن. نعم وهذه كلها ادويه كتعطى بوصفه طبيه اللي خصها تاخذ اكزاكتومون بوصفه طبيه لا يا نورمالمون ما كيتخادوش في الفارماسي نورمالمون ما خصوش ولكن اون سي كو كيمكن هنا على هذا الشيء علاش بغينا نتكلموا للتذكير بالمسؤوليه ديال الصيدلاني انه الا ما عندوش وصفه طبيه في واحد النوع ديال الادويه اللي كتعطى بوصفه طبيه ما خصوش يعطيها لانه للميتفورمين مثلا دواء ديال مسؤول ملي كيجي عندك شي حد عنده السكر وكياخذ لا ميتفورمين عاده ماشي شي دواء اللي هو خطر بارابور اللي كيحتاجو المشكل اللي كيوقع سي كو حد اخر كيف بحال باراسيتامول انا اجي نعطي لك الباراسيتامول وان برينسيب ما عندوش علاش يضرك اذا ما كانش عندك اون اليرجي ولا شي سبب ولكن اذا خديتي لي 6 ديال الجرام ديال الباراسيتامول راه ما اترزي الكبده ديالك وانا مثلي عليا ولكن انت اللي ما عرفتيش تستعملو هنايا سي تو بيرمي عزيزه ما كرهتش نفتح واحد لا بارونتيز بارابور للناس اللي مثلا كيقول لك انا فيا الحريق غادي ناخذ دواء ولكن انا قالوا لي حبه انا ناخذ جوج قالوا لي غرام انا ناخذ جوج ديك الزياده من الراس زياده من الراس الحمق يعني دونك هذه خصنا نعرفوا واحد الحاجه كاين الادويه بحال اللي كيتعطى للحريق ولا اللي كيتعطى للانفلاماسيون عندهم واحد الحاجه اللي كنعيطوا لها اذا بغيتي عندهم السقف كيبغي يقول باللي خديتي كيلو ديال الباراسيتامول ولا خديتي غرام لو ريزولتا فايتخ لو ميم بالنسبه للالم يعني بجوج بهم غيكلميو لك الالم يعني الا خديتي جوج حبات ما عندهاش اكثر مفعول على حبه وحده باغ كونتخ عندها اعراض جانبيه كبيره بزاف اذا شنو كيطرى ناخذ واحد الحاجه دوبل ما يكونش عندي نتيجه احسن واذا حسيتي بنتيجه احسن يعني ساني في بلاسيبو عقلك كيقنعك باللي اذا خديتي ثلاثه الحبات احسن من الا خديتي وحده مي او ميم طون راه كتخرج على الكبده ديالك دونك هادي باغ اكزومبل عطينا ليكزومبل ديال الباراسيتامول كاين لي زونتي انفلاماتوار غادي ناخذ جوج لان فيها الحريق بزاف ما فيها ما بقى نتسنى ما كاين لي زونتي انفلاماتوار اللي بقيت كناخذهم بزاف كيقدروا يسمكوني هي با مارش اغيير داكور يعني كيمشي السمع اذا الدواء ما يمكنليش الابماء لان ما كاين واحد لا دوز اللي ما خصنيش لان علاش كناخذ الدواء لان عنده انيفي تماما واذا عنده انيفي كيبغي يقول باللي عنده مفعول اللي اذا فوت فيه غيرجع ضدي غيرجع ضد اكزاكتومون وهذا الشيء علاش تيخص دائما التحسيس بهذه المساله هذه لان يعني استعمال الدواء تيخصو يكون مقنن ولاغراض معينه اللي تيعطيها الطبيب وهذه الوصفات هذه اللي كنلقاوها بارتو في لي ريزو سوسيو كلشي يرجع دوك واللي ينفعني انا يقدر يرزقك انت اكزاكتومون وهادي ما كنفكروش فيها وبعض المرات واحد الحاجه اللي كتوقع بهاد لي ريزو سوسيو تفضلي سي كو كنكونوا كناخذوا دواء وكينصحوني بشي حاجه اللي ما عندهمش عاده الرضيعه ديال الدواء ممنوعه قانونيا كينصحوني بواحد الماده اخرى كنقول بون قالوا لي مزيانه كناخذها وكتكون ذاك الماده عندها شي حاجه اون كومام مع اللي كناخذ دونك كنصدق كناخذ لو دوبل ديال لا دوز وكنعمل اون توكسيسيتي الراسي نعم وفي الاخر كنلوم يا اما الطبيب ولا كنلوم لو فارماسيان ولا هذا دائما سي لا فوت ما كتكونش مسؤوليه شكرا بزاف على انك فوالا تكلمتي على هذا الموضوع هذا اللي تيخصنا مره مره نرجعوا له للتذكير بالاخطار ديال هذه الوصفات اللي كنلقاوها اغوغو كما تنقولوا في لي ريزو سوسيو نردوا منها البال خاصه اللي عندها علاقه بالادويه. شكرا لك بزاف دكتوره ياسمينة حمراني غادي نتلاقاك في حلقه اخرى وغادي نتكلموا على موضوع لا يقل اهميه وعنده علاقه كذلك بلي ريزو سوسيو والادويه. شكرا لك شكرا لكم كذلك مشاهدينا والى اللقاء.